في كتاب التاريخ صفحات المصر كتير، صفحة تعلمت فيها الأديان وعلمت، وصفحة بنيت فيها أعظم حضارة وعاشت، وصفحة قومت فيها الاحتلال وانتصرت، ولسه بصوتك بتكتب تاريخك وبتغير الواقع وبتحدد مستقبلك، ولسه صوتك قادر. انزل، انتخب، اختار، وجاوب على السؤال: من رئيس مصر القادم؟ انتخابات الرئاسة المصرية 2018. يا مصري، صوتك يقدر. بصوتك انت موجود.